في بداية فصل الربيع، قالت العنكبوت الأم لابنها الصغير عنكوب: هيا انطلق في الطبيعة وابدأ تعلم الصيد بالشبك. بدت قصة رنين معي من لما كنت طفلة. لما كنت طفلة كنت بحاجة دايماً لحدا يقرأ لي. هرب الحصان النحاسي من الباب، أخذ يبحث عن العم رضوان، ووجد الحصان العم رضوان يبكي في الشوارع. القصة المسموعة بداية تحفز عند الطفل خياله، فهو يسمع ويرى بأذنه. مجموعات رنين القصصية هي مجموعات لقصص لكتاب أردنيين وعرب، تتنوع بين التراث الشعبي والتراث الإنساني. أنا أكثر إشي حبيته بقصص رنين إنها مسموعة، لأنه يعني إنه إحنا عنا المكهوفين القصص المسموعة أحسن ما تكون، يعني القصص المسموعة أحسن من المقروءة، لأنه المقروءة يعني ما بنستمتع فيها، أما من المسموعة بنستمتع فيها أكثر. من خلال المؤثرات الصوتية قلنا إنه نتخيل يعني كيف شكل الغابة، وكيف يعني مثلا يعني في أطفال صغار ما بيعرفوا مثلا كثير أصوات الحيوانات. من خلال ورش رنين التعبيرية نسعى لنخلي فرصة للأطفال إنهم يعبروا عن أنفسهم من خلال الفنون المختلفة. بدي أحكي عن الورشة إنها كتير كانت ممتعة، لأنه فيها ألعاب كتير كانت مفيدة إلنا، وبتعلمنا كيف نكون مركزين، بتعلمنا كيف نلعب أو نعمل، لما نعمل إشي يكون ماخدينه على يعني نعمل إشي جماعي. هاي الورشة إنه زي ما فيها فائدة فيها كمان متعة. هلأ هاي الورشة كتير مهمة، لأنه بتخلي التعليم أوثنتيك، بتخلي التعليم حقيقي. طالما إنه الطالب بيعبر عن عن المعلومة اللي هو بيمتلكها، بيعبر عنها بلغته الخاصة، بيصفي إنه هذا تعليم فيه استدامة أطول، وبيصفي إنه هذا التعليم يعني التعليم الفعال. ورش تدريب المدربين هي ورش تعطى للمعلمين، لأمناء المكتبات، للمتطوعين، بتهدف إلى إكسابهم مهارات لاستخدام القصة المسموعة كوسيلة تعلمية، إما داخل الصف أو بتقديم أنشطة مع الأطفال. انتهت الحكاية، وسقطت من السماء ثلاث تفاحات، الأولى لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.